مساء الخير اعزائنا المشاهدين مشاهدي برنامج كتاب مفتوح. النهارده زي ما وعدناكم صفحه لكل مواطن. النهارده بقدم حلقه باسم سيناء في عيون ابنائها. معايا طبعا الدكتوره حنان اسماعيل مؤسس برنامج كتاب مفتوح، ومعايا الدكتوره اماني غريب مدير تنفيذي جمعيه الفيروز الاجتماعيه. قبل ما اخليهم يتكلموا خليني اقول كلمه عن سيناء الغاليه. سيناء، سيدات سيناء شاركوا في تنمية المجتمع المحلي وشاركوا في تنمية شمال سيناء. شمال سيناء المرأة داعمة لجميع أبنائها. المرأة السيناوية قدرت أن تبقى مرأة منتجة وتعمل معارض خارج مصر وداخل مصر. المرأة السيناوية وصلت أن تبقى معيدة ومهندسة ودكتورة. المرأة السيناوية قدرت أنها تطلع جيل قوي جداً من رجالة داعمين لمصرنا الحبيبة ولقواتنا المسلحة المصرية. النهاردة معانا الدكتورة أماني غريب. مساء الخير يا فندم، منورتينا. مساء النور يا فندم، واهلا بالسادة المشاهدين، وبشكر جدا البرنامج اهتمامه بقضايا سيناء واهتمامه بعنوان سيناء في عيون أبنائها. دي حاجة جميلة، سيناء جدا في القلب. وانا قلت كتير جدا سيناء في قلب مصر. انا زي ما عودتكم اعزائنا المشاهدين بحب ابدا بفيديو لمعالي السيد الوزير المحافظ الدكتور محمد عبد الله الفضيل شوشه. الفيديو جاهز يا فندم، اتفضل. احنا النهارده بنشوف يعني الجمعيه خدت سبق وقدرت ان هي بالتعاون مع جمعيه ساويرس انهم يجيبوا ماكينات لصالح المشروع الطبي اللي احنا بصدده، اللي هو تجهيز الكمامات وكل المستلزمات الطبيه، سواء مستلزمات طبيه للمواطنين او مستلزمات طبيه للعاملين في المستشفيات. حاجة ممتازة، واحنا طبعا يعني انا شخصيا سعيد ان هيبقى موجود عندنا هنا خط انتاج. وطبعا الكمامة سعرها جنيه، يعني الكمامة العادية زي اللي انا لابسها دي كده دي سعرها جنيه، فبالتالي يعني مستوى انتاج كويس. والتعقيم برضو وحدة التعقيم اللي موجودة هنا دي اضافة كويسة جدا في هذا المشروع. الحاجة التانية اللي احنا جايين عشانها برضو ان احنا نسلم 21 مكنة ل 21 متدربة. احنا بنقول الاجمالي المستفيدين من هذا المشروع 190 مستفيدين من مشروع اللي هي التجهيزات الطبية، و 31 مستفيدين من مشروع مكن الخياطة. دي حاجة كويسة، وان شاء الله ان شاء الله يعني تكون في جمعيات اخرى تاخد مرحله من المراحل اللي احنا بنجيبها، لان طبعا في بعض الحاجات لغايه دلوقتي الجمعيه بتعملها ولكن بتجيبها من الخارج. فانا اتمنى ان المنظومه كلها. رجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامجكم برنامج كتاب مفتوح، وفقرة النهاردة غنية جدا، فقرة قيمة جدا معاكم النهاردة. وده طبعا كان من يعني أنا رأيي محرج جدا 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 أن أنا النهاردة قاعدة في وسط سيناء، شمال سيناء تحديدا ومحافظة العريش. وطبعا شايفيني أنا لبست التوب السيناوي إجلالا واحتراما وتقديرا للسيدات المحترمات السيناويات. احسنت، اهلا بحضرتك. اهلا بك دكتوره. فالنهارده حضرتك طبعا المشروعات التنمويه باينه جدا في سيناء، باينه جدا في سيناء، وبناء عليه حضرتك كنت بترأسي معرض ديارنا في كايرو فيستيفال. كلمينا عن المعرض ده.
احنا كنا مشاركين في معرض ديارنا للاسر المنتجه. المعرض بينفذه وزاره التضامن الاجتماعي مع شركاء كتير، منهم بنك اسكندريه ومؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه وشركه وي. احنا احد المشاركين في المعرض ديارنا، وبنشارك السنه دي بمنتجات كتيره، منها برضو مجموعه من المستلزمات الطبيه، وخاصه الكمامه، سواء الكمامه المطرزه او الكمامه بالمواصفات الدوليه او المواصفات الاوروبيه اللي تم تنفيذها في مشروع انتاجنا. مشروع انتاجنا اللي افتتحه سياده المحافظ، وبدا بالتعاون وبتمويل وبدعم من مؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه. وحضرتك اتكلمت عن مشروعات التنميه، احنا بنعتبر ان ديت يعني بدايه الخير بعد الفتره اللي فاتت، ان فعلا بدات المشروعات التنمويه وبدات سيناء تتخلص من 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 اعبائها اسمحي لي بس اقاطعك في حته قبل ان سيناء تتخلص من اعبائها. تخلصنا خلاص. اتخلصنا الحمد لله خلاص. يعني فعلا والله انا حاسه فعلا طول عمري، واستاذ محمد كمان عارف اني دايما بحترم السيدات جدا السيناويات، رغم الكوارث اللي كانت بتحصل فعلا في المحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والعريش تحديدا، بس السيدات كانت منتجات، وما زالت كل المجالات، وما زالت طول عمرها السيده السيناويه هي سيده منتجه، سواء بقى في التراث هي منتجه، في اجيال هي طول عمرها منتجه وفنانه مبدعه، طبيعه الصحراء وطبيعه الظروف منتجه في حبها كمان للوطن. هو رغم التحديات برضو قدرت المراه السيناويه انها توصل وتبقى مراه منتجه وتفتح فرص عمل لجميع سيدات مصر. النهارده في صور بتتعرض على الشاشه، فخامه الرئيس طبعا فتح سيسي داعم للمراه السيناويه، معالي سياده الوزير المحافظ برضو داعم للمراه السيناويه. هو جه حضر معرض ديارنا، احكي لي عن مقتطفات زيارة سيادة الرئيس لمعرض ديارنا. رئيس الجمهورية شرفنا في معرض منتدى شباب العالم في شرم الشيخ 2017. هو طول الوقت بيفتتح معارض ديارنا وتراثنا، ويمكن دي رؤية واضحة جدا للتنمية والقيادة ورؤية القيادة السياسية في قيادة الأسر المنتجة أو المنتجين أو الحرفيين، لأن المشروعات الصغيرة يعني أثبتت وجودها في العالم كله، وكانت بوابة في أو طريق لدول كتير في العالم إن هي تتخطى معدلات الفقر وتخلق بالزبط. أجيال من المنتجين اللي بيزودوا دخلهم وتعلم الحالة الاقتصادية بالضبط. فخامة الرئيس كان برضو برؤية واضحة. إحنا اتقابلنا في منتدى شباب العالم 2017، وكنا طبعا في معرض لوزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة غادة والي كانت موجودة أيامها، و مش عايزه اقول قد ايه كان عنده شغف بالمنتجات، وكان بيسال الستات بتشتغل دي ازاي، وقعد يسال كمان عن سينا وعن مشاكل سينا، وكان حابب يسمع. يعني انا كنت محظوظه انه قعد يتكلم معايا فتره طويله، وانا بعتبرها من اسعد الفترات اللي مرت في حياتي العمليه، لان فعلا لما القياده السياسيه تبقى حاسه بولادها، حاسه بصغار المنتجين، حاسه بالمحافظات الحدوديه في الوقت دوت، ويمكن كان وقت سينا لما بتذكر بيتحط بينها بين قوسين كده. فطبعا لما فخامه الرئيس ويمكن كان ماسك المنتجات بايده وبيسال على المنتجات وبيسال على اسعارها وعلى تشغيل السيدات، لا الشغل باين قوي في المنتج. يعني انا اهو لابسه لكم التوب السينياوي، الشغل باين فيه جدا يعني، ولسه في حاجات تانية كتيره دكتوره طبعا امين هي يعني هدتني بيها، بس مش هوريها لك طبعا على الهوا. فبجد بشكرك جدا 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 على يعني دي بتبقى زي ما بنقول ايه من ريحه البلد. احنا بنفخر بمنتجاتنا وبنفخر يعني دوت ما مش موجود يعني. احنا هنتكلم بقى، لا الشغل بتاعنا مش موجود، هو تراث ليه كل التقدير والاحترام وبنفتخر بيه جدا. انا عجبني جدا بروتوكول التعاون بين مؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه وبين جمعيه الفيروز. دي كتاب مفتوح بيقدم دعوه لجميع مؤسسات المجتمع المدني وجميع رجال الاعمال. سيناء محتاجه دعمكم، محتاجه في تواجد بروتوكول تعاون بينكم منهم. كلميني عن يمكن في وقت كان صعب جدا، بدايه كورونا وفي وقت كان صعب جدا وخارجين من العمليه الشامله، وفي وقت احنا كلنا بنتعافى. فعلا مؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه ليها كل الشكر والتقدير طبعاً. والاحترام، لان هي مدت ايديها لينا، ويمكن كانت ساعيه كمان ان هي تتعاون معانا. احنا كنا فزنا في مسابقه المهرجان الجونه السينمائي في ان احنا بنقدم الجيف اواي بتاع المهرجان، شنطه المهرجان، وده كان فخر لينا. المؤسسه كانت داعمه لينا طول الوقت،
وشايفه بعينيها. يعني هي كمان لما تقدمنا لهم ان احنا عايزين نعمل مشروع تنموي، يمكن في البدايه كان المشروع رايح خالص للاسر المنقوله من رفح الشيخ زويد، رايح للتعليم، لاتاحه فرص التشغيل. جت جائحه كورونا غيرنا مسار المشروع، وكان بتعاون جميل جدا ولطيف منهم ان احنا قدرنا معاهم نفتتح اول خط انتاج في محافظه شمال سيناء لصناعه الملابس الجاهزه، وتخصص الخط دوت في انتاج المستلزمات الطبيه. طبعا ده كان بناء عن دراسه قامت بها الجمعيه مع كليه اقتصاد منزلي جامعه العريش قسم ملابس، والحمد لله الدراسه ديت حصرت كل المواصفات القياسيه للمستلزمات الطبيه. يعني في تدريب بيبقى من خلال ده قبل التدريب ده. أيوة. دراسه متخصصه جدا للمواصفات، يعني مش خرجنا اي حد منها. اقصد عنده هوايه فهو بيشارك في المعرض؟ لا طبعا اي حد لا طبعا احنا بنبص عندنا شروط للتقدم. بس خلينا اجيب الموضوع من البدايه. احنا من خلال الدراسه ديت كمان ابتكرنا كمامه طبيه طارده للميه، او كمامه متعدده الاستخدام طارده للميه، ما بتحتفظش بالرطوبه. فبالتالي هي بتبقى كمان بتمنع تواجد الفيروسات والبكتيريا على سطح الكمامة، فبالتالي هي طاردة للمية، وبالتالي بتحمل كل المواصفات القياسية، معدل نفاذ الهواء. لا دي كانت نتيجة دراسة تمت ما بين الجامعة الجمعية. أيوة. والجامعة وغرفة صناعة الملابس، وشارك فيها مصانع تانية. ولكن احنا دلوقتي بننتج الكمامة ديت وبنطلعها بأسعار كويسة جدا لمحافظة شمال سيناء، والمشروع بيستهدف محافظة شمال سيناء بس. لا لا خالص. ولا احنا فين؟ لا اسعار كويسه لمحافظة شمال سيناء والعالم كله. يعني احنا كمان المشروع لا يهدف للربح، هو بيقدم الخدمات الطبيه او المستلزمات الطبيه باسعار ما بنحطش عليها هامش ربح غير 10% اللي هم علشان يحفظوا الاستمراريه والاستدامه. المشروع بيستهدف تحسين دخل او فتح دخل جديد، فرص عمل ل 190 سيدة وفتاة وشباب شاركوا معانا في المشروع. الحمد لله الدخل النهاردة بنتكلم من 850 ل 250 جنيه في الأسبوع، إن الواحد بيشتغل سواء في خط الإنتاج أو في بيته. كمان المشروع راح وبسرعة للأسر الأولى بالرعاية، ومنحهم مكان خياطة منحة من المؤسسة، من مؤسسة سويرة. ايه الكلام الرائع ده يا استاذ محمد؟ في عندنا ايه الكلام الرائع اللي انا منبهره بيه ده؟ في سيدات سيناء لهم كل التقدير والاحترام. ايوه طبعا طبعا. سيدات بيشاركوا في اتخاذ القرار. دلوقتي عندنا اعضاء مجلس النواب سيدات، طبعا البرلمان كله سيدات، اغلبهم من سيناء. دلوقتي بقت منتجه سيناء بتفتح فرص عمل لجميع. أيوة. اهل شمال سيناء ومصر الحبيبه. كلام الدكتور عجبني جدا. في فيديو مع سيادة الوزير المحافظ بحضور معاليكي توزيع مكان على الـ على الـ على الاسر وهم بيشتغلوا، كان رائع جدا وعجبني جدا. اتمنى يكون جاهز نشوفه مع حضراتكم. افرد منديلي وافرش جنايني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي على الرملة. افرد منديلي
وافرش جنيني على نجيلي وانده على الحلوة تجيلي. ده انا كنت نادرها في يوم ما حررها واقول ما فيش غيرها. عروستي من ارض الفيروز, عروستي من ارض الفيروز. صباحية من غير ما تنده أنا جاية, ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية. فستاني بحراوي والحنة سيناوي, ده أنا جدي شرقاوي. مصرية من أرض الفيروز, مصرية من أرض الفيروز. ورجالك ايوب عدى الكنال وجايب لك توب اخضر بلون وشمي محبوب. يا نعسى ورجالك ايوب عدى الكنال وجايب لك توب اخضر بلون وشمي المحبوب. يا ملك بين عالي كمهرك الغالي بروحي وبمالي دفعت على ارض الفيروز, دفعت على أرض الفيروز. طبعا الفيديو اسعدني جدا 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 كابن من ابناء شمال سيناء. اسعدنا كلنا مش حضرتك بس يا استاذ محمد قوي. بس انا عايز اقول حاجه في الفيديو ده, كل الدعم وكل التقدير لمعالي السيد الوزير المحافظ اللي داعم لابناء شمال سيناء اللي فعل دور المؤسسات المجتمع المدني. كل التحية والتقدير لمدير عام التضامن الاجتماعي الأستاذة سعدية محمود. أنا بعتبرها نقلت الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني بجو رائع بين الألفة, في صداقة بينها وبين جميع مؤسسات المجتمع المدني, في شغل, في تنمية, في مرأة منتجة, وأتاحت ليكم كل السبل الانتقال مثلا لإقامة المعارض. وكلميني عن دور التضامن الاجتماعي برضو في شمال سيناء مع دعم السيد الوزير المحافظ. لما تكون القيادة السياسية بفكر واحد وبرؤية واحدة. يمكن لما تكلمنا عن فخامة رئيس الجمهورية قلنا النهاردة بنتكلم عن دعم محافظ شمال سيناء ومديرية التضامن الاجتماعي الأستاذة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي الأستاذة سعدية محمود. الأمور واضحة, كل القيادات السياسية واضح ليها الأمور, في ثقافة بتشتغل بكملوا بعض, بتشتغل كلها بنفس الدعم بنفس القوة. يمكن في المشروع دوت احنا ما تعطلناش في موافقات ولا في تصريح دخول للخامات ولا للمنتجات ولا للمكن. كان عندنا تخوفات رهيبة قبل ما نبدأ ان احنا ممكن نتعطل, ممكن نتأخر في الحاجات دي كلها. بالعكس احنا طول الوقت لقينا كل الدعم وليا منهم كل التقدير والاحترام, سواء لسياده المحافظ طبعا او الاستاذه سعديه محمود بشخصها ومديريه التضامن الاجتماعي, لان فعلا احنا بيهم وقدرنا نعمل كل دوت.
واحنا شايفين ان احنا عملنا انجاز، هو حتى لو كان انجاز صغير، اول خط انتاج للملابس الجاهزه. ثقافه الصناعه ما كانتش دخلت محافظه شمال سيناء قبل كده بشكل متكامل، وكمان نربط ما بين ثقافه الصناعه ديت يعني والبنت والست اللي قاعده في البيت والاسر الاولى بالرعايه، بقت بتفتح فرص عمل. انا شايفه ان الاسر كلها منتجه فعلا طبعا. يعني حتى المشغولات اليدويه دي بتبقى ليها قيمه اكبر وحاجه راقيه جدا من ايوه طبعا طبعا. شوفي سيدات انا قلتها بالحلقه، دكتورة أمانة غريب وسيدات شمال سيناء لهم مني كل التقدير والاحترام، محتاجين حلقات كتير جدا. ده حقيقي. يعني إنجازاتهم وشغلهم على أرض الواقع محتاج حلقات. النهاردة صفحة سيناء في عيون أبنائها. هختم مع الدكتورة دلوقتي جيري بسرعة كده. جيري بسرعة لأن الجو يعني الكلام الحلو والألفة الحلوة بتخلص بسرعة. كلمة بقى من مرأة بتعشق سيناء. مرأة مصرية، لأن مصرية. سيناء طبعًا مصرية طبعًا برضه كل طبعًا يعني طبعًا. احنا لان احنا ما بنفصلش سيناء والعريش من سيناء يا فندم في قلب مصرينا الحبيبة. بالظبط كده. اتفضلي سيناء. اتفضلي. انت خايف لو تقع كده. انا بشكر بجد كل مديرية التضامن الاجتماعي، وبشكر رئيسنا وفخامة رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي طبعا، ان هو مش سايب اي مجال الا وهو داعم لينا فيه. واحنا فعلا طول ما رئيسنا داعم لينا طول ما هننجز في كل مجال احنا فيه. بجد انا بشكر كل سيدات سيناء القويات المنتجات، وبشكر حضرتك طبعا دكتور عميني، بجد سعدنا بلقائك جدا جدا النهارده، وحلقه دسمه جدا، وان شاء الله وعد منك لينا وكل مديريه التضامن الاجتماعي كلهم تحياتنا من كتاب مفتوح ليهم، وان شاء الله في حلقات قادمه وكل ما هو حصري من سيناء وشمال سيناء والعريش لكتاب مفتوح. بشكركم، بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتك استاذ محمد. جدا جدا نورتينا. شكرا لحضراتكم. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.